بدي اغتنم هاي المناسبة لأتشكر بريزيدون أكرم حلبي. أكرم الحلبي من أول نهار قال إنه لبنان لازم يرجع يستضيف. قلنا له بريزيدون اللي بيفكر هيك هلا مجنون، وضع البلد ووضع المنطقة وكل العالم عارفة. قال ما بيأثر، نحن تعودنا على جنون بهذا الموضوع وهذا كان سبب نجاحنا، واشتغلنا على الأساس. الحمد لله شفنا في 3 منتخبات اجت على لبنان موجودة رغم كل الظروف الصعبة واللي كنا عم نشوفها يوم بعد يوم عم تصير أصعب. اللي أحلى من هيك الجمهور اللبناني العظيم اللي كان موجود بالملعب، ملعب فول هاوس. بنعتذر من اللي ما قدروا يفوتوا، ان شاء الله بيقدروا بيكونوا موجودين معنا بجيم بكره ضد فلسطين الساعه 5 الا ربع، وبماتش النهار الثلاثاء مع المنتخب السوري الساعه 6 الا ربع. مثل ما قلت لك، لما يكون في قياده مآمنه باللي عم تعمله وعبالها تقدم الافضل بتشوف هاي النتيجه. الحمد لله المباراه كانت كثير حلوه، الجمهور استمتع فيها، وان شاء الله مثل ما يعني مثل ما طلبوا الشباب بالاتحاد وتحديدا رئيس اكرم حلبي انه غير يرجع لبنان يستضيف احداث دوليه على هذا المستوى، على القليل يكون عندنا بالسنه بطولتين، بطوله منتخبات وبطوله انديه. وفيني اقول لك من هلا ادي سكوب لك، بوعد الجمهور اللبناني انه بالفتره الجاي ما راح حدد فتره، راح يكون عندنا حدث فيه مشاركة دولية على مستوى كتير عالي رح ينبسط فيها الجمهور اللبناني. بدي زيد شغلة بعد، كتار كانوا عم بيقولوا انه مستوى البطولة انه منتهية، شفنا انه المباراة خلصت على فرق كتير صغير، ما في حدا فرق بالمستوى اعلى بكتير من حدا. هلا حنشوف تاني مباراة كمان رح تكون حماسية بين سوريا وفلسطين. نوعد الجمهور انه كل المباريات رح تكون حماسية وما رح نعرف البطل الا لاخر دقيقة، وتذكرني بمباراة الفينال اخر مباراة ما حين عرف البطل الا لاخر دقيقة من المباراة.